بعد توقف المحادثات بشأن الاتفاق النووي الإيراني في فيينا منذ يوليو الماضي دون التوصل إلى توافق، أكد مسؤول أمريكي أن مبعوث واشنطن الخاص لشؤون إيران روبرت مالي قد يبحث في موسكو وباريس هذا الأسبوع البدائل المطروحة في الملف النووي الإيراني في حال رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات أو وضعت شروطا ترفضها واشنطن. وأضاف المسؤول الأمريكي أن محادثات مالي مع المسؤولين الروس والأوروبيين لن تركز على اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذرية، بل ستركز على الدبلوماسية النووية مع إيران واتجاهاتها خلال الفترة المقبلة. وكانت روسيا قد عرضت المساعدة على واشنطن في هذا الملف، مؤكدة استعدادها لدعم الحوار مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي الإيراني. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اتهمت إيران بمواصلة انتهاكها للاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، مشيرة إلى أن طهران تواصل كسر الكثير من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق وتعزز من مخزونها من اليورانيوم المخصب. إذن هو اتهام رد عليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالقول إن بلاده تبدي شفافية في أنشطتها النووية.